انضم الينا من لندن مراسلنا عمرو المنيري. عمرو عزيزي معك الكلمه الان، ما هي اخر المواقف اخر التصريحات من المملكه المتحده؟ تفضل. نعم، آخر التصريحات وآخر المتوقع أن بريطانيا تحاول أن تحضر مجموعة من المساعدات الفورية، منها أطقم إغاثة ومنها أطقم بحث عن المفقودين والضحايا. وأيضا هناك اقتراح من بعض البرلمانيين هنا بإرسال سفينة ميدانية لمستشفى متنقل، وخصوصا أن هناك أزمة كبيرة في لبنان لمواجهة الأعداد الضخمة من الضحايا. هناك تصريح أنه ربما بريطانيا سترسل سفينة كاملة متكاملة. ردود الأفعال أيضا، بوريس جونسون يوم أمس أعلن عن تضامنه الشخصي مع ذوي هذه المصيبة ومع لبنان بشكل عام ومع الشعب اللبناني. الجميع الأحزاب هنا أيضا أيدت وتضامنها وتعازيها الخاصة لكل اللبنانيين. هناك جمعيات خيرية كثيرة بالفعل منذ الصباح الباكر، وأعلن عن حملة كبيرة لجمع التبرعات للمساعدة في الكارثة التي نكبت لبنان بأكملها، تعاطف شعبي كبير هنا. الصحف والأجهزة الإعلامية، خبر انفجار بيروت هو المسيطر الآن منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة حول الاستعداد. هناك عدد متوقع، يقال أن هناك بعض البريطانيين من المصابين على الأقل وتعرضوا ل بعض الأشياء، لكن ليس هناك حالات حرجة. السفارة البريطانية في بيروت أكدت أن هناك عدد من الموظفين قد أصيبوا جراء هذا الانفجار، لكن كانت إصاباتهم طفيفة. وهناك متابعة مستمرة ومباشرة سواء من وزارة الخارجية البريطانية أو من 10 داونين ستريت للوضع في لبنان، ومحاولة لمعرفة ماذا تحتاجه لبنان بأقصى سرعة حتى يمكن إصدار هذه المساعدات بشكل سريع. نعم، شكرا جزيلا. سنعود إليك عمرو لمتابعة كل المواقف البريطانية أولا بأول.